نبدا معاكم حلقه جديده من السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا منين الحكايه؟ نبدا الحقيقه احترت النهارده في البدايه كتير، يعني هل ابتدي بهارد لك؟ لا، ما اعتقدش انه لك كان ليه علاقه قوي بالموضوع. هل غاب عنا التوفيق؟ يتهيألي برضو لا. امبارح الاهلي الحقيقه رغم انه قدم عرض قوي بشوفه كان الاقرب من وجهه نظري. انا بحاول دايما ابقى موضوعي، يعني منتمي للاهلي قلبا وقالبا، لكن بحاول دايما اكون موضوعي. الحلم طبعا لسه ما انتهاش، وعندنا مباراه مهمه جدا يوم الجمعه امام بقى الخسران من المفروض، يعني المفروض اوراوا ريدز، يعني المفروض متوقع، لكن كل شيء وارد. السيتي في مواجهه اوراوا ريدز النهارده، هنعرف مين هيواجه الاهلي ان شاء الله على مباراه المركز الثالث والرابع. لكن مباراه امبارح قالت كتير، ودايما ما بزعلش، وبيتهيألي اغلب الاهلاويه يعني اللي مش متعصبين، اللي مش بيحاسبوا بالقطعه او مش بيقفوا على كشف حساب بعد كل مباراه، مباراه تطلع المدير الفني واللعيبه سبع سما، ومباراه بعدها على طول تنزلهم سبع ارض. لكن دايما بحاول اكون موضوعي واحاول اشوف ايه الايجابي وايه السلبي. وامبارح ماتش امبارح تحديدا بشوفه مباراه للاسف الشديد كنت اتمنى ان احنا نكسبها، لكن فيها ايجابيات كتيره جدا. واحد، زي كل اهلاويه كنت رايح البطوله دي وانا حاطط ايدي على قلبي بصراحه، يعني كنت قلقان بشكل كبير. حاله التراجع في المستوى اللي قبل البطوله وانت رايح تواجه ثلاث محطات اصعب من بعض، مباراه افتتاحيه قدام اتحاد جده قريناها من بدايه البطوله ومن قبل البطوله ما تبدا، لو تخطيتها هتقابل فلومينينزي بطل كوبا ليبرتادوريس بطل البرازيل، ولو تخطيتها هتوصل مباراه نهائيه غالبا كانت في مواجهه مان سيتي. فعشان الكيرف يتحول 180 درجه من المستوى اللي ظهر بيه الاهلي سواء في الدوري الافريقي او في الدوري المحلي وانت رايح تلعب بطوله كاس عالم، لا بكلمكم بمنتهى الصراحه كنت حاطط ايدي على قلبي. لكن المستوى اللي ظهر بيه الاهلي في البطوله دي يقول لك ويفسر لك ويترجم لك حاجات كتير جدا متعلقه بمصطلح روح الفانيلا الحمراء. الروح اللي مش موجوده غير عند النادي الاهلي، الروح اللي بتظهر معدن لعيبه النادي الاهلي في المواقف الصعبه. ده اللي شفناه على فكره كولر نجم من نجوم البطوله دي. في اوقات كتير جدا كنت ببقى غضبان، كنت ببقى متضايق من سوء اداء، متضايق من نتيجه مباراه، متضايق من استبعاد لعيبه. انا من النوع اللي بيحب اللعيبه المهاريه واللي شايف ان هم يمكن ما يكونش ليهم حظ قوي مع مارسيل كولر. قندوسي مره، داوي كريستو مره، عبد القادر مره، يعني زي كل الجمهور بتضايق انه الكواليتي دي مش موجوده عندنا، او انه البصمه اللي سابها كولر مع لعيبه كتيره جدا في الملعب مش قادره تظهر مع اللعيبه اللي عندها الحته المهاريه اللي بتمتع الجمهور يعني. لكن الراجل ده في كاس العالم، ومش بس في النسخه دي، في النسخه دي وفي النسخه اللي قبلها، الراجل ده ما حققش انجاز في كاس العالم. يعني اذا كنت بتعتبر السنه اللي فاتت خد مركز رابع، والسنه دي هيلعب لسه طبعا عنده امل في الحصول على البرونزيه وهو يستاهلها، يستاهل انها تتكتب في تاريخه بصراحه. ميداليتين برونزيتين حققهم بيتشو موسيماني، وميداليه برونزيه حققها مانويل جوزيه. لكن انا بشوف الحقيقه ان النسخه الاقوى للاهلي في بطوله كاس العالم على مدار التسع مشاركات هي نسخه مارسيل كولر. في كل الماتشات، لا احنا قمنا مع تحت قياده كولر ست مباريات، اربعه في النسخه الاخيره من كاس العالم، اتنين مكسب واتنين خساره، ومباراتين في كاس العالم ده النسخه الحاليه مكسب وخساره، يعني الاجمالي الفاتوره ثلاثه مكسب وثلاثه خساره. مفيش واحده من الست ماتشات ما قراهاش وما ذاكرهاش وما حضر لهاش وما ظهرش فيها بالشكل اللي يتمناه جمهور النادي الاهلي مدرب زي مارسيل كولر. حتى الماتشات اللي انت خسرتها، في ماتشات كتير قوي كسبناها قبل كده في كاس العالم، لكن ما ظهرش الاهلي بالشخصيه دي، شخصيه البطل، الثقه. امبارح وانت بتلعب بطل كوبا ليبرتادوريس، بطل البرازيل، لما بحس ان هم مدين 100% واكتر في الملعب، كلهم امبارح كانوا رجاله الحقيقه. لكن فكره انك انت توصل قدام بطل البرازيل وتبقى اكتر، انا مش عايز اقول نديه، لانه احنا في اوقات كتير جدا من عمر المباراه كنا احسن من فلومينينسي. في اوقات كتير من عمر المباراه انت خلقت امبارح تسع فرص. منهم ثلاث فرص مؤكده، يعني خليني اقول لك الفرصه هي انك انت توصل بنسبه او باحتمالات 50-50،
ممكن تسجل او ممكن تخفق في تسجيل او يعني انك تنتهز الفرصه دي. لكن منهم ثلاث فرص محققه، منهم انفراد ثلاث انفرادات كاملين بالمرمى، كهربا ضربه راس ومتابعه، سيبك من متابعه بيرس تاو اللي بعدها اللي تعتبر برضه فرصه محققه، لكن كهربا انفراد بحارس المرمى ضربه راس، بيرسي تاو انفراد بحارس المرمى ضربه راس، وبيرسي تاو في انفراد تاني اللي حصلوا فيها صاحب ال 40 سنه فيليبي ميلو وضيع الفرصه. غير كده فرص كتير، وبالجمله اللي يعيبنا الحقيقه هو بس كانت اللمسه الاخيره، لكن في النهايه ما تقدرش تلوم كولر. ماتش اوكلاند سيتي اداء اكتر من رائع ونتيجه اكتر من رائعه، ماتش سياتل ساوندرز اداء اكتر من رائع ونتيجه اكتر من رائعه، حتى الخساره قدام ريال مدريد واحنا كنا هنا انا فاكر كويس قوي السنه اللي فاتت كنا في بث مشترك او متبادل مع قناه ريال مدريد حجم الاشاده اللي نالها النادي الاهلي والمستوى الكبير اللي ظهر بيه قدام ساعتها طبعا كان بطل تشامبيونز ليج افضل فريق في العالم واهم نجوم العالم فلامينجو، انت كنت اقرب بكتير جدا. النهارده وانت بتلعب مع ابطال كوبا ليبرتادوريس تاني اقوى قاره على مستوى العالم انت بتظهر اكتر من ند، رغم الفوارق اللي لازم نعترف بيها، وانه الطبيعي والمنطقي على فكره انه بطل افريقيا يخسر قدام بطل اوروبا ويخسر قدام بطل كوبا ليبرتادوريس. لو في 10 ماتشات بين حامل لقب قاره افريقيا وحامل لقب ليبرتادوريس، بطل امريكا الجنوبيه يكسب 9 وبطل افريقيا يكسب مباراه. دي الحسابات والمنطق، الفوارق والامكانيات والخبرات. لكن في النهايه امبارح الاهلي الحقيقه ظهر باداء مشرف جدا جدا، هارد لك حقيقي، كنتوا ابطال وان شاء الله باذن الله تقدروا تكسروا الرقم القياسي اللي انتوا حققتوه كجيل يعني، وتجيبوا البرونزيه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي. يمكن من سوء الحظ طبعا الحكم فيه كلام كتير، يعني انا ما بحبش الشماعات والحقيقه يعني فكره التحكيم له ما له وعليه ما عليه، لكن امبارح الحكم كان متحامل على الاهلي بشكل كبير جدا، سواء في ركله الجزاء اللي اتحسبت لفلومينينزي او ضربات الجزاء اللي ما اتحسبتش للنادي الاهلي. وسيبك من اللعبات اللي ممكن تصنع الفارق او تغير في مجرى او تاثر في سير الاحداث، لكن اجمالا كان في حاله احساسي يعني ده احساس شخصي مش عارف تتفقوا معاه ولا تختلفوا، كان في تحامل على الاهلي، كان في بالنسبه لي خلل في ميزان العداله والنزاهه عند مارشينياك حكم المباراه. فالعاب كتيره جدا، تدخلات قويه جدا جدا من لعيبه البرازيل كانت بتقابل بابتسامه وبتهدئه لعيبه النادي الاهلي، تدخل منهم شبه بالظبط تدخل مودست في مباراه اتحاد جده اللي خد عليه طرد على طول مباشر رغم انه لسه نازل والدنيا لسه، ما طرد مباشر نفس اللعبه بالظبط، كتر خيره انه طلع فيها انذار. لكن على جميع الاحوال او في كل الاحوال يعني باذن الله قدامنا مباراه مهمه نركز فيها، وبعد نهايه البطوله يبقى لينا كشف حساب تاني خالص، ويحسب للعيبه الاهلي ان هم في خلال 72 ساعه قدموا عرضين في منتهى القوه، اتاثرنا بدنيا بشكل كبير، ناس كانت كتير جدا النهارده بتعلق على فوارق السن وازاي ظهر فلومينينزي العجوز، وهو فريق عجوز الحقيقه في الشوط الثاني بالشكل ده، لانه الاهلي الحقيقه استنزف جزء كبير جدا من، وده واحد من يعني بشوفها من علامات الظلم الحقيقه في تنظيم البطوله. يعني دايما بطل امريكا الجنوبيه ودايما بطل اوروبا جاي على المرتاح كده، جايين في اللاونج فيرست كلاس، جايين يلعبوا مباراه يوصلوا بيها للنهائي، في حين انه بقيه الفرق اولاد البطه السوداء زي ما بيقولوا بيلعبوا مباراه واثنين وثلاثه مباريات في منتهى القوه مع ابطال قارات، وبالتالي بيأثر في على الاقل العدالة أو تكافؤ الفرص. على كل أحوال احنا عودنا بنقفل الصفحة على طول، وعندنا مباراة مهمة جدا إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية في انتظار الفائز من ماتش النهاردة أوراوا ريدز الياباني والمان سيتي، بعبع كرة القدم في العالم كله الساعة أعتقد هتكون مباراة الساعة 9 النهاردة بتوقيتنا، هنتابعها بالتأكيد عشان نعرف 8 بتوقيتنا هنا في القاهرة عشان نعرف مين هيواجه الأهلي في مباراة البرونزية يوم الجمعة القادم إن شاء الله. فاصل ونرجع لحضراتكم. طيب خليني ابدا بالاخبار، وعندي خبرين مهمين جدا طبعا، خبر ليه علاقه يعني نروح السعوديه ونتعرف على اخبار فرقتنا هناك واستعدادات مارسيل كولر اللي بدات بالفعل يمكن من حوالي ساعه بدات المحاضره الفنيه، لكن تعالوا نشوف الاهلي نيوز روم فيها ايه النهارده. حلم العالميه مازال قائم، واحد من مكاسب
اللي يتحسب بجد للجيل ده. يعني لما اللحظه اللي احنا نكون عايشينها النهارده دي تبقى في يوم من الايام تاريخ، الاجيال اللي جايه في الاهلي هتفتكر الجيل ده الحقيقه بكل خير، وهتعرف انه في الوقت ده وفي العصر ده كل شيء بالنسبه للاهلي كان ممكن وكان جايز فعلا، مش مجرد احلام ومش مجرد طموحات. ناس كتير جدا وانتم عارفين طبعا، واحنا اتكلمنا في ده قبل كده في اكتر من مناسبه، عارفين انه في نظام جديد لكاس العالم هيتعمل كل 4 سنين اعتقد، وهيجمع ما بين ابطال القارات بشكل مختلف. يعني النسخه اللي جايه في 2025 هتبقى اول ظهور لكاس العالم في شكله الجديد، هيشارك فيها من افريقيا اعتقد الاهلي معاه سان داونز، معاه الوداد، وممكن فريق كمان معاهم مش حسب بقى التصنيف ساعتها هيكون ايه. وهتتلعب البطوله بين 32 فريق بشكل تقريبا يقترب من نسخة كأس العالم اللي بتتعب للمنتخبات. هل ده معناه انه الأهلي فقد الأمل في ألقاب عالمية؟ لا. صحيح لما تشارك في البطولة دي، واحنا هنشارك طبعا كأهلي بطل أفريقيا في نسختين من الأربعة الآخرة، لكن هتكون الفرصة صعبة. خلينا نبقى موضوعيين ومنطقيين، ليست مستحيلة ولكنها صعبة، لأن هنا تتكلم على مستوى منافسة مختلف، عدد ماتشات أكبر، عدد فرق أقوى، الفوارق والإمكانيات بالتأكيد بتصب في مصلحة الكرة الأوروبية بشكل كبير جدا. يعني ما يبقى عندك بطولة فيها السيتي والبايرن والريال وتشيلسي وبي اس جي، طبعا تتكلم على نسخة أصعب على أقل تقدير من النسخة الموجودة دي. لكن البديل بتاع بطولة كأس العالم هيبقى اسمه بطولة الانتر كونتيننتال. دي الأخبار اللي طالعة من الفيفا، هيتم استحداث بطولة جديدة اسمها الانتر، كأس الانتر كونتيننتال، ودي هتبقى بديل كاس القارات بشكله الحالي، ومش هتتلعب، وده من حسن الحظ نظام البطوله التفكير فيه مبدئيا، مش هيتلعب كبطوله مجمعه، لا هيبقى جولات ذهابا وايابا، وهتتلعب على ذات تصفيات كاس العالم كده على مواعيد او على اجنده متباعده. هيتم اختيار بطل مثلا على سبيل المثال، يعني انا بديك مثال، لسه النظام النهائي لم يعلن بشكل رسمي، لكن مثلا بطل اوكيانوسيا هيتعمل قرعه بين بطل افريقيا وبطل اسيا، الكسبان منهم او اللي هيطلع في القرعه يلعب بطل اوقيانوسيا، الكسبان يطلع يلعب بطل افريقيا، الناحيه الثانيه بطل كونكاكاف بيلعب بطل كوبا ليبرتادوريس، كسبان منهم هيلعب الكسبان من هنا، وفي النهايه يروح يواجه بطل اوروبا في ده مبدئيا، يعني ده تصور مبدئي، لكن هيتم استحداث بطوله كل سنه جديده اسمها كاس الانتر كونتيننتال. ممكن بشكل كبير جدا يكون للاهلي امل كبير جدا في يوم من الايام في تحقيق لقبه. طيب محمد ابو علي جاهز معانا؟ طيب خلينا نروح للاخبار. زي ما قلت لكم بعد مباراه امبارح والخساره الغير مستحقه، الغير مستحقه، الحاجه الوحيده اللي اتضايقت في ماتش امبارح انه كان في الامكان. يعني 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 راضي عن مستوى الاداء، وراضي الحقيقه عن قرايه كولر للمباراه، متضايق بس انه فروق بسيطه جدا جدا كانت ممكن تصنع الفارق لو كنا حطيناها في حساباتنا، لكن بالتاكيد هي مؤشر، هي علامه يا مارد زي ما بيقولوا. اعتقد ميركاتو الشتوي هيكون فيه وقفه وفي حسابات كتيره جدا 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 في اللي جاي. عندنا مشوار صعب، عندك مباراه يوم الجمعه مهمه جدا، من بعدها هتروح على الامارات عشان تلعب بطوله السوبر المصري، بعد كده هتبقى طبعا مباراتك الاولى مع السيراميكا، فوزت هتقابل الفايز من فيوتشر وبيراميدز، بعدها تيجي لدوري الابطال. فالشهر ده الحقيقه في منتهى الصعوبه، وانا كنت دايما بتكلم من قبل، احنا طبعا كجمهور بنبص لكل مباراه على حده، كل خطوه بخطوتها، لكن الجهاز وجهه نظر جهاز فني بيشتغل في نادي زي النادي الاهلي عنده اجنده مزدحمه جدا، بطوله ورا بطوله ورا بطوله، كلها ماتشات من العيار الثقيل، فبالتالي بالتاكيد ده في الحسبان. يمكن يكون من الايجابي ان في كتير من الاسماء اللي تقدر تراهن عليها ما ظهرتش او ما تمش استنزافها بشكل كبير في الفتره الاخيره. ديانج ما خدش مساحه كبيره من المشاركه، السوليه ما خدش مساحه كبيره من المشاركه، قفشه نفس الحكايه، بالتالي عندك عناصر تقدر تعتمد. هاني مريح في مباراه فلومينينز امبارح، اكرم الحقيقه عوده طبعا، يعني اكرم قدم مجهود كبير جدا على مدار المباراه الحقيقه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله يوصل فورمته بأفضل وقت ممكن. لكن امبارح كمان واحنا رايحين على افريقيا، سيبك من كاس السوبر، ان شاء الله باذن الله قادرين نحقق اللقب،
ما تخافش بطولة، ما تقلقش منها يعني. لو الجهاز الفني والجزء الخاص بالناحية البدنية والأحمال وإلى آخره قدر يتعامل معاها بشكل كويس، مباراتك 22 25 هيكون عندك 3 أيام فيهم رحلة سفر من السعودية للإمارات، لكن في النهاية إن شاء الله بإذن الله في المتناول لو قدرنا نكمل أو نحافظ على المستوى اللي رجعنا له في بطولة كأس العالم. لكن اللي بعد كده أعتقد هيكون أصعب بشكل كبير، وخصوصا مباراة شباب لوزداد في بطولة دوري الأبطال. النهارده كولر بيقفل صفحة مباراة فلومينينزي وبيفتح صفحة البرونزية. طبعا يعني أغلب الظن زي ما قلت لكم بتقديري إنه الفارق كبيرة جدا، تتكلم على فريق قيمته التسويقية مليار وربع، مليار 250 مليون يورو، بيواجه فريق أوراوا ريدز اللي قيمته التسويقية لا تتجاوز ال 20 مليون يورو. أنت بتتكلم عن أكتر من 70 ضعف تقريبا. لكن في الملعب قصه غير، لكن اعتقد المواجهه محسومه بشكل كبير جدا بالنسبه للسيتي، وحتى لو السيتي عدى انا شايف انه الفارق كبيره جدا جدا جدا. يعني ده بطل كوبا ليبرتادورس، الفرقه اللي احنا شفناها امبارح دي يعني كسبت فرق امريكا الجنوبيه بعمالقتها بالجبابره اللي فيها، من مره بالبرازيل ومره من ارجنتين ومره من كولومبيا ومره من تشيلي، وطلعوا لنا في الاخر النسخه اللي احنا شفناها امبارح دي، دول بطل كوبا ليبرتادوريس. مع كامل الاحترام والله مش تقليل منهم، بس في النهايه لا، احنا قريبين جدا، وده درس الحقيقه مش بس للاهلي، ده درس اعتقد انه مفيد جدا للكره المصريه وللاجيال اللي جايه وللمنتخب اللي رايح. بارجو ان فيتوريا يحط في حساباته البطولة دي بشكل كبير جدا، مش عشان اختيارات لعيبة، لأنه القصة مش قصة أسماء. لو بالأسماء ما كانش الأهلي ظهر بالشكل ده ولا حقق النتائج دي، سواء قدام اتحاد جدة أو أمام فلومينينزي. الأسماء الفوارق شاسعة، لكن الروح اللي دايما بتصنع الفرق. هنروح مع حضراتكم السعودية ونطمن على فرقتنا النهاردة ونحاول نتابع لقطات من التدريب استعدادا لمباراة الجمعة. اسمحوا لنا فاصل ونرجع نكمل في السادسة. النهارده طبعا مباراه تحديد الفايز اللي هيلعب مباراه النهائي اللي هتكون برضو يوم الجمعه، والفريق اللي هيقابل الاهلي على الميداليه البرونزيه أوراوا ريدز في مواجهه المان سيتي. ويمكن مارسيل كولر مهتم بالمباراه، والنهارده هيكلف فريق من معاونيه لحضور المباراه من الملعب وكتابه التقرير. انا طبعا في ظني وفي تقديري انه أوراوا ريدز هو الاقرب لمواجهه الاهلي، فرصه تحقيق ميداليه برونزيه ثالثه للجيل ده ورابعه في تاريخ الاهلي ان شاء الله باذن الله مش بعيده، واعتقد هتكون مكافاه على الاداء المشرف الحقيقه والمظهر المحترم اللي ظهر به الفريق في البطوله دي. زميلي العزيز محمد ابو علي الناقد الرياضي معايا من جده، نتعرف على اخر تطورات الامور هناك واستعداد الفريق طبعا لمباراه المركز الثالث والرابع. يا محمد مساء الخير، الحمد لله على السلامه طبعا بدايه. مساء الخير يا استاذ احمد، الله يسلمك، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدي برنامج السادسه وقناه النادي الاهلي. يعني بدايه تحياتي، واتمنى انك توصل الصوت، واتمنى انه جماهير الاهلي في جده تكون متابعينا. تحياتي للجماهير الاهلي العظيمه الحقيقه اللي حضرت سواء في مباراه اتحاد جده او في مباراه الفلومينينزي امبارح، لانه الحقيقه كان دور عظيم، واحساسي ان احنا كاننا كنا بنلعب في القاهره مش في السعوديه. لا هو في البدايه طبعا يعني انت بتقول اتمنى يكون الناس متابعانا، انا عايز اقول لك ان انت جاي لك سلام كتير جدا من الناس هنا كلها، بعت لك السلام وبتحييك يعني على المجهود والزملاء طبعا في برنامج السادسه، فدي رساله خاصه في البدايه ليك من ناس كثيره قابلتني امبارح في الاستاد او قابلوني امبارح يعني او النهارده في مدينه جده. جمهور الاهلي ويمكن زي ما انت قلت يا احمد عامل حاله هنا عظيمه جدا من اول ما وصلنا جده، مباراه اتحاد جده ومباراه الامس، يعني لو ليهم بطل فهو جمهور النادي الاهلي. حقيقي. الناس كلها بتتكلم على المنظر الحضاري والشكل الجميل في المدرج المؤذرة على مدار ال 90 دقيقة، حتى اخواتنا السعوديين هنا معجبين بطريقة التشجيع، واللعيبة نفسها شكروا كتير اللي عملوه في المباراتين اللي فاتوا يعني. طيب كلمني على طبعا مباراة امبارح، أنا عارف طبعا إنه اللعيبة كان حلمها تروح لبعيد، ومستوى الاداء اللي ظهروا بيه الحقيقه في مواجهه بطل امريكا الجنوبيه امبارح كان اكتر من رائع، بالتاكيد ده مأثر على المعنويات، ومهم البطوله لسه ما انتهتش والحلم لسه ما انتهاش، عندنا مباراه مهمه جدا يوم الجمعه على المركز الثالث والرابع. عايز اعرف
ما بعد مباراه فلومينينزي، وازاي بستعد الفريق لمباراه الجمعه ان شاء الله. طيب هنحاول نتواصل مره تانية، للاسف الاتصال اتقطع مع زميل محمد ابو علي، هنحاول نرجع له مره تانية. طيب على مستوى الاداء الجماعي والفردي ما تقدرش تمسك غلطه الحقيقه، يعني باستثناء زي ما قلت لحضراتكم امبارح كان في تسرع، كان في رغبه في تكرار سيناريو مباراه اتحاد جده امبارح. الحقيقه على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي بدايه من الشناوي الحقيقه العملاق، الشناوي في البطولات الكبيره وفي المحافل الدوليه كتب تاريخ عظيم الحقيقه، يحطه بكل سهوله مع اعظم من حرس المرمى في تاريخ كره القدم المصريه كلها مش بس في تاريخ النادي الاهلي. طب ابو علي رجع لنا مره ثانيه، هرجع للعيبه عشان الحقيقه نجوم مباراه امبارح لازم ياخدوا حقهم. ابو علي كنت بكلمك على ما بعد المباراه، خساره يمكن كنا الحقيقه الاقرب احساس جماهير النادي الاهلي انه العرض كان قوي جدا، كنا اكتر من ند وفي اوقات كثيره جدا تفوقنا على فلومينينزي، لكن في النهايه النتيجه ما كانتش في مصلحتنا. يمكن اللي مزعل الناس هنا او حاله الزعل جايه من ان هم شافوا اللعيبه عملوا مباراه كبيره جدا خاصه في الشوط الاول، اضعنا فرص كثيره جدا حتى بعد تلقي الفريق هدف في الدبسه وطاهر واكثر من لعيب ضيعوا فرص محققه كان ممكن الفريق من خلالها يرجع للمباراه. الناس كتيرة هنا يعني حتى اخواتنا السعوديين بيتكلموا ان الاهلي كان افضل في الشوط الاول وكان يستحق الفوز، وقالوا لولا سوء التوفيق وعدم احراز الاهداف كان الشكل اتغير خالص ونتيجه المباراه اتغيرت. الناس برضو اتكلموا على حكم المباراه وقالوا ان الحكم ظلم النادي الاهلي في ضربه جزاء مستحقه لمحمود عبد المنعم كهربا، لو كانت اتحسبت وكان الاهلي تقدم كان شكل المباراه اتغير خالص وكان المباراه ما كانتش هتطلع بالشكل ده. فيعني في حاله زعل، وتخيل ان النادي الاهلي وصل جماهيره دلوقتي ان هي بتزعل لما ما بتوصلش فاينل كاس عالم قديه. لا لا مش بس كده، بتزعل لما بتخسر قدام بطل كوبا ليبرتادورس اللي هو طبيعي جدا ومنطقي جدا مع الفوارق والخبرات ومستوى المنافسه، انت بتنافس في قاره زي امريكا الجنوبيه بالتاكيد مستوى المنافسه يختلف تماما عن بطوله افريقيا، بتتكلم على لعيبه اصحاب خبرات اغلبهم لعبوا في اكبر انديه العالم، قيمه تسويقيه في حته تانية خالص، فالفوارق على الورق ما كانتش موجوده في الملعب امبارح. ابو علي احنا حسينا امبارح الحقيقه انه الاهلي هو بطل امريكا الجنوبيه مش فلومينينزي. بالظبط، الناس اتكلموا ان الاهلي كان ميت جامد، حتى الصحف البرازيليه اتكلمت الكلام ده وقال ان فلومينينزي يعني نجا من كابوس، يعني اتكلموا ان الاهلي كان حاطط كبير على فريق فلومينينزي وكانوا هم الاقرب في الشوط الاول لتحقيق الفوز. الناس برضو من ضمن الكلام اللي يعني او من ضمن الامور اللي مزعله الناس شويه ان شافوا فريق النادي الاهلي زي ما انت بتقول كده مد الفريق كبير، والفريق الكبير ده عامل حساب للاهلي بشكل قوي جدا، وده ظهر في الفرحه اللي ظهر فيها الفريق البرازيلي بعد المباراه. فضلوا اكثر من نص ساعه في الملعب بيحتفلوا مع جماهيرهم، وده ان دل ان المباراه كانت بالنسبه لهم حمل قوي على قلوبهم يعني زي ما بيقولوا، ويعني كان باين ان يطلعوا الهم ده كله في احتفالاتهم بعد المباراه. الناس اتكلمت كمان يا احمد على نظام البطوله الظالم اللي بيقولوا فيه ان الاهلي بذل مجهود كبير جدا قدام اتحاد جده، عمل مباراه كبيره، فريق فلومينينزي جه لعب على طول مباراه السيمي فاينال ما لعبش قبليها، جه هنا استريح واتمرن ونازل الفريق نازل فايق، عكس فريق الاهلي لعبته واجهده وكان عنده بعض المشاكل البدنيه اللي ظهرت خاصه زي ما قلت لك مباراه اتحاد جده كانت مباراه قويه جدا وخدت من تركيز لعيبه النادي الاهلي كتير. لكن مارسيل كولر النهارده عمل يمكن محاضره قبل المران اللي انطلق الساعه الخامسه واتكلم مع لعيبه وشكرهم على الاداء اللي قدموه وقال لهم يعني فيما معناه خلاص احنا بنقفل صفحه فريق او ماتش فلومينينزي وبنركز على مباراه الثالث والرابع. تحقيق ميداليه برونزيه مش حاجه قليله، ده انجاز هيضاف ليكم ولتاريخكم، انتوا حققتوها قبل كده لكن جماهيركم مش هترضى الا بالميداليه البرونزيه. والراجل حفز اللعيبه وابتدوا بالفعل يعني يشتغلوا على المرحله اللي جايه. النهارده التدريب بدا، تدريبات استشفائيه للعيبه يمكن اللي شاركوا في المباراه، وبقيه اللعيبه اللي ما شاركوش عاملين تدريبات كامله، وان شاء الله الفريق يواصل يعني تدريباته بكره لمباراه الثالث والرابع
لعيبه النادي الاهلي كان ظاهر عليها برضو حاله من الحزن كده بسبب ضياع فوز زي ما قلت لك في المتناول. الناس كلها شافت انه كان في المتناول وكان قريب جدا من النادي الاهلي لولا سوء التوفيق والفرص اللي ضاعت من الفريق. طيب سكواد الاهلي كامل لمواجهه الجمعه ايا كان بقى هنواجه مين، السيتي ولا اوراوا ريدز؟ هو يمكن لحد دلوقتي ما فيش حاجه واضحه، بس اللي اعرفه ان الحمد لله اللعيبه كلها خارجه، ما فيش مشاكل خالص، ما فيش مشاكل على مستوى الاصابه او ما فيش حد اشتكى من اي حاجه. يمكن ما فيش حد خد انذار بيتهيألي الا مروان عطيه، ومروان عنده انذار واحد، بقيه اللعيبه الحمد لله جاهزين وما فيش مشكله، وباذن الله من هنا للجمعه يكون اللعيبه يعني استردوا مجهودهم البدني وعملوا استشفاء بشكل كويس ويكونوا جاهزين لمباراه تحديد المركز الثالث والرابع باذن الله. مودست غاب في المباراه دي طبعا نتيجه الايقاف، هل الايقاف هيترفع في ماتش الجمعه ولا هيستمر غياب انتوني مودست؟ لا لا مستمر غيابه، والايقاف ماتشين. الاهلي حاول يعني زي يقدم التماس كده للفيفا بسبب ان اللاعب اصلا ما كانش يستحق الطرد من وجهه نظر النادي الاهلي، لكن الناس رفضوا، اللجنه المنظمه في كاس العالم، واكدوا ان الطرد المباشر بيستوجب الايقاف مباراتين. فيما يتعلق بحكم امبارح عايز اسمع ردود الافعال، يعني احنا الحقيقه او انا شخصيا ما اقدرش اتكلم بصيغه الجمع يعني، لكن انا حسيت الحقيقه انه الحكم كان متحامل جدا على الاهلي مع انه حكم مفترض انه من حكام الصفوه، حتى في بعض الالعاب او اللعبات يعني المثيره للجدل سواء ضربه الجزاء اللي البعض وصفها بالوهميه لمارسيلو، ضربتين جزاء لكهربا، واحده في الشوط الاول وواحده في الشوط الثاني، حتى ما فكرش ان هو يرجع الفار، سيبك من لعبه تحتمل 50-50 ضربه جزاء او لا، لكن حتى ما يعني الفار لو الحكم ما شافهاش، طب الفار ما لفتش نظر الحكم ليها، طب تعالى بص عليها، ما شفناش تواجد للفار امبارح خالص. يعني انا زي ما قلت لك في بدايه المداخله بسيط، الناس هنا يعني كلها بتتكلم على مستوى التحكيم، كميه كعان وكميه عنف رهيب من بدايه المباراه. ضربه جزاء يعني حتى لو افترضنا ان ضربه جزاء بيرسي تاو مع مارسيلو فيها وعليها يعني ممكن تمشي، لكن انا بتكلم على ان الاهلي كان ليه ضربه جزاء واضحه وصريحه، الراجل كهربا طالع على الكوره بيلعبها، الراجل داخل ملوش علاقه بالكوره خالص وداخل في جسم كهربا داخل منطقه الجزاء. الشوط الثاني نفس الكلام، في كوره فيها عرقله وفيها شك، ضرب بالكوع زيه بالظبط، كان مودست اتطرد وخد كارت احمر، هو بيطلع كارت اصفر للاعب فريق اللي على الشاشه دي، واحده من اللعبتين اللي كان فيهم شك. الحقيقه أنا ما بقولش إنها ضربة جزاء، بس أنا اللي يعني اللي استفزني الحقيقة إنه حتى الفار ما اتكلمش أو ما لفتش النظر إن في احتكاك، في مخالفة أدت ل من لاعب فلومينينزي الكولومبي مش فاكر اسمه، بري تقريبا، في ظهر كهرباء، وفي دفعة بقى شديدة الوضوح والصراحة في الشوط الثاني بإيديه الاثنين في داخل منطقة الجزاء، مدافع فلومينينزي بإيديه الاثنين في ظهر كهرباء. أزيدك من الشعر بيت، لعبة على الحقيقة، أنت عارف لما لاعب بيخش ببطن رجله في تدخل عنيف على رجل أي لاعب في الملعب، دي لعبة ممكن تستوجب الطرد بداعي التهور. لكن اللعبة دي حصلت امبارح مرتين، مرة من مارسيلو أعتقد مع محمد هاني، ومرة من اعتقد اندري مع وش امام عاشور، دي لعبه مارسيلو بالظبط، داس على كتفه على كتفه مع رقبته، واعتقد خد وشه كمان معاه بالظبط. فيعني حتى الحاجات دي ما عنديش مانع انها ممكن تبقى وممكن تبقى لا، لكن كان المباراه كانت بتلعب بدون وجود حكام فار امبارح الحقيقه. هو يعني انا كنت قاعد مع الزملاء في الملعب بالامس، وكان جنبي يعني الزميل فاروق صلاح زميلنا في قناه الاهلي، قلت له انا ما بسترجعش الحكم ده خالص، حتى لما حكم لنا مباراه بيراميدز والاهلي كسب 3 كان الراجل برده في تحامل واضح على النادي الاهلي في كرات عديده واخطاء كثيره جدا وانذارات. فيعني انا شفت الراجل امبارح زي ما انت كده بتقول يا استاذ احمد، الراجل متحامل عليه يعني متحامل وباين قوي، يعني مش عارف ليه بحس ان البطوله دي هي اوريدي متصنفه من قبل ما تبدا، يعني
يعني المركز الاول يبقى اوروبا او امريكا الجنوبيه. هو بص عشان نبقى منطقيين، هو السيتي كده كده هيهرس فلومينينزي، يعني انا بقولها لك اهو النهارده السيتي هيسحق اوراوا ريدز ومن بعده هيسحق الفوارق كبيره جدا، مش محتاج انك انت ترتب حاجه، لكن فكره انه يبقى في تحامل من حكم في بطوله بحجم كاس العالم للانديه، وخصوصا لما يبقى حكم ليه اسم بالظبط كده، حكم من حكام الصفوه يعني زي ما بيقولوا، دي الحقيقه كانت مستفزه جدا بالنسبه لي. ما عنديش مانع ان انا اخسر كوره، لكنه حتى في اللعبات البسيطه او الاحتكاكات البسيطه والفاولات، انفعالاته مع لعيبه الاهلي كانت مختلفه تماما عن انفعالاته مع فريق فلومينينز. على كل الاحوال انا كنت اكلمك فيها دي برضو والله. نتمنى ان شاء الله خير، والامل باذن الله موجود. برونزيه اعتقد هتبقى تعويض للعيبه وللجهاز الفني. كنت ببدا الحلقه بقول انه الاهلي مع كولر في كاس العالم، انا في ظني، مش عارف تتفق معايا ولا هتختلف في ده، افضل نسخه للاهلي على مدار مشوار 9 بطولات، سواء النسخه الاخيره او اللي فاتت يعني او النسخه دي. عروض ولا اروع، مستويات كبيره في مواجهه الكبار، شخصيه الاهلي ظهرت بشكل حلو جدا مع مارسيل كولر في بطوله كاس العالم للانديه. انا عايز بس تعقيب سريع استاذ، معلش مش هعطلك. اتفضل. عايز اقول لجماهير النادي الاهلي ما تزعلوش، انت يعني دلوقتي الفريق عشان ما صعدش فاينل كاس العالم في حاله حزن او في حاله زعل. يعني مظبوط، احنا وصلنا بعقليه جماهير النادي الاهلي كمستوى اداري او كمستوى فريق او كمستوى جهاز فني، ان احنا لما بنوصلش في فاينل كاس عالم الناس بتزعل وبتبقى حزينه ان فريقها مش بيلعب فاينل كاس العالم قدام مانشستر سيتي يعني لو صعد. وده ان ده اللي بيدل على فارق العقليه او فارق التفكير او فارق الاداره او حاجات كتيره جدا بناها النادي الاهلي ورسخها. صحيح. عند جماهيره. الفوارق في النادي الاهلي لا تحتاج الى مقارنات يا ابو علي. بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه، حمد لله على السلامه، وترجع لنا بالف سلامه طبعا الزميل العزيز والناقد الرياضي محمد ابو علي. دي كانت اخبار الفريق، وان شاء الله باذن الله نخرج من في حاله حزن، في حاله يعني مضايقه اكيد طبعا، زي ما الجمهور حاسسها اللعيبه ويمكن كمان الجهاز الفني حاسس بيها، لكن اهم من ده نطلع من ده بسرعه جدا ونحضر لمباراه الجمعه ان شاء الله على المركز الثالث والرابع. وليه لا، البرونزيه تظل بالنسبه لنا انجاز يستحقه الجيل ده ويستحقه مارسيل كولر، وبالتاكيد قبل دول كلهم يستحقه جماهير او يستحقه جماهير النادي الاهلي. فاصل ونستقبل الكابتن الكبير كابتن فتحي نصير ضيفنا النهارده في سادس طبعا، المحاضر بالاتحادين الافريقي والدولي، هيكون ضيفنا هنتكلم معاه عن الاهلي في البطوله اجمالا، مش بس مباراه امبارح، والاهم فيما هو قادم من احداث، واولها موقعة الجمعه ميداليه برونزيه كاس العالم للانديه بعد الفاصل. والله حصل معايا من شويه. ولا زيزو من نفس بتاع 6-1، ما تيجي اسهرك معاه ونكتب على الصوره زيزو وبشير زيزو وبجول. لحد ما حصلت حاجه غيرت كل حاجه. جرب دي. ايه دي؟ الف مالتي فيت، صحتك هي اللي هتسندك. الف مالتي فيت، طاقه مناعه تركيز وست تاثيرات مختلفه على الجسم. الف مالتي فيت، صحتك هي اللي هتسندك. الف مالتي فيت، متوفر في كل السيدات. أهدافنا حياتنا، ملعبنا قوتنا، إحنا نادي الـ100 مليون وأكتر. أقوى بأبطالنا، أكتر بجمهورنا، أجيال وأبطال، إحنا الأهلي. غدا الساعة 8 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. من آلاف السنين وهو رمز الكل عظيم، علامة للقوة، عالي وكشف كل الخصوم. لو ظهر بيوعد بنصر أكيد، في أي مكان موجود فيه هو الملك.
سنة 1907 نسر ذهب النهر وبقى شعار لكيان عظيم. حكايته مع الوطنية مليانة نضال وبطولات علشان الحرية، مبادئه عايشة ومكملة ورسملنا الطريق مليان أنوار، دايما رافع كؤوس النصر مهما كان المنافس. ملك القارة وأسطورة في كل بيت وشارع، مكانته في القلوب بتزيد، أجيال بتكبر معاه تتربى على حبه وعشانه تعمل المستحيل. أما جماهيره فحكايتهم طويلة، دايما بتستنى زوره، بتشجعه بالروح والدم. النسر فوق الراس، النسر الذهبي، النادي الأهلي. عارف إحساس الأدرينالين وهو بيجري في عروقك لما كل الأصوات تسكت وما تسمعش غير دقات قلبك؟ الزمن بيقف علشان تسبق وتلحق. أهلا بيكم في 7 Days to Win. السرعة والجرأة الإثارة والمهارة، مهما كانت هوايتك كواليسها أكيد معنا. بنتابع كل رياضات العالم طول الوقت ومن أي مكان. أنا عبد الرحمن ناجي في 7 Days to Win. 7 Day Sport الخميس الساعة 6 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.